وباركوا وهنوا سوا واتمنوا وباركوا وهنوا سوا واتمنوا كل العالم يبقى سعيد كل أخوة بره وجوة كل أخوة بره وجوة كل فرح وهنا وزغاريد لو كنت ورحت مش هتجيبني ولا اي ولا زي ده انا جاي وبعز مدني اسمع يا باي بس مش اي ده كلام حي خمسة يا ريدي الدنيا دي بالبشر اللي بنكتر كنت فاكره ان الحلقه اللي فاتت اخر حلقه في برنامجنا بس ربنا ستر ورجعنا لكم تاني. وبما اننا ما زلنا على قيد الحياه فانا عايزه اقول لكم حاجه مضايقاني. الناس اللي كل يوم تطلع تقول اشاعات ونهايه العالم، ايه دليلكم على كده؟ وبعدين يعني ايه كوكب غامض؟ في حاجه اسمها كده؟ ازاي يوصل بينا الجهل للدرجه دي؟ انتوا ما خدتوش في المدرسه ان ما ينفعش يطلع كوكب غامض بره مساره، لان غالبا بيكون مربوط بجاذبيه الشمس. ودلوقتي هنطلع نشوف التقرير بتاعنا. مساء الخير. اهلا. مساء النور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء النور. مساء الخير. مساء النور. مساء النور. مساء النور يا اخويا. ممكن اعمل حضرتك حوار؟ اكيد. لخص. اتفضل يا ابراهيم. اتفضل. 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 طبعا اتفضل. ايه شعورك هو كوكب الغامض ده كان يغبط في كوكب الارض؟ يغبط؟ قال يغبط قال. احسن خلينا نخلص من القرف بتاع العيال والبيت وارمي الزباله ويا ماما ويا نيله. والله انا كان عليا ديون كتير جدا فكنت خايف ده يحصل واموت قبل ما اسدد الديون اللي عليا. انا كنت خايف قوي على الاكل في الدرجه اللي هيبوظ. اتخضيت جدا وطلعت جري علشان اتصل على خطيبه اطمن عليه لان هو كان سايق، فخفت الارض كده ولا كده يحصل اي حاجه فخفت عليه. احس ولا ما احسش حاجه ما تخصكش. انا بقول لحضرتك ايه احساسك؟ تمالك. انا كنت عامل حسابي طبعا عشان انا كنت حاسس ان حاجه هتحصل في اليوم ده، فانا كنت معايا حاجز تذكره الامارات. حاجز تذكره لفين؟ الامارات. حضرتك الامارات في كوكب الارض. كنت خايف قوي يا مامي. شعرت بان الله ابدا لن يخذلنا، فالمسلم امره كله الى الله. ايه شعورك وكوكب الغامض ده كان يبعد في كوكب الارض؟ امال انت فكرك مين اللي خلى الكوكب ده يبعد عن الارض؟ ايه ده، هو حضرتك اللي خليت الكوكب يبعد عن الارض؟ العبد لله مسك الكوكب رماه. تحياتي. شكرا. السلام عليكم. كان في فستان عليه عرض ما لحقتش اجيبه، امال هروح اجيبه بقى. انا ايه اللي موقفني مع الراجل الغبي ده؟ ياه يبان القرفه ده بيحرق قوي، اما اروح اغير اللي بالي. اكلك متر في متر ونص. الاكل زمان اتحرق. والله الواحد كان خايف يموت جعان. ريته كان خبط وارتاح. انا مش عارفه ايه الراجل الله يخرب بيتكو ضيعتوا عليا فلوس النمره. واللي مخبي في وراه اسرار واللي انا بتطق شرار. Thank you.
واللي دماغها دي في اللالالان عقلها كان في دماغها وطار الطيارة نزلت نصي في الأول فرق من عشان مش هقدر احرك جسمي وانت اصبر يا ولي قعدت على أحس إني أقعد على فكرة الحمد لله بعد الفطار بسلي نفسي كت أكشن يا ابني هات البطولة معلش تعبت أنا على الطيارة البتاع من الطيارة كده كده ما بيعمل ينطي معاها أنا على فكرة فيلا أقف ابدا ليش ابدا من الاول استنى بتاع اخر وشي ايه ايه انت بتصور نفسك صح؟ يبقى جايبين كل ادوات بروحه اللي بينا اسمه خطر احسن باي.